على حاجة اسمها الأحداث. الأساسيات في الباب الرابع، الأساسيات في الباب الرابع أنك تفرق بين حاجة اسمها الأحداث، حاجة اسمها الخصائص والطرق. لابد نعرف شنو معنى حدث وشنو معنى خصائص وشنو معنى طريقة. الحدث هو فعل يقوم به المستخدم مثل النقر على زر الفارة، كليك، يعني تقدر تربط عمل معين بحدث معين. نربط عمل معين بحدث معين، يعني مثلا عند النقر على أداء نفذ شغل معين، عند النقر على أداء نفذ شغل معين، يعني الشغل هذا أو البرنامج هذا أو الجزئية هذه من العمل ما تمش تنفيذها إلا في حالة النقر على الحدث. يبقى الأحداث شنو هي؟ الحدث هو فعل يقوم به المستخدم مثل النقر على زر الفارة أو فوق أداة من أدوات التحكم مثل الأزرار أو القوائم أو الأشياء، وينتج عنها رد فعل معين. يعني تدير حدث معين يتم رد فعل معين أو إجراء معين وراء الحدث هذا أو إنهاء التنفيذ. زي مثلا نحط بطمة أو زر كوماند ونسميه إغلاق، مجرد ما ندير كليك عليه يتبع عملية الإغلاق ويقفل الشغل متاعي. هذا الإجراء يكون مكتوبا بشكل كود وحنعرفه كيف نديره ضمن إجراء نسموه بروسيجر، يبدأ بجملة صب وينتهي بجملة إند صب. زي شنو الحدث؟ زي فورم كليك عند النقر على الفورم، كوماند كليك عند النقر على الكوماند، فورم لود عند تحميل الفورم. نحن نشرحوه نظريا لأن وبعدين إن شاء الله نشوفوه عمليا. زي الشاشة هذه فورم لود، فورم لود هذا نحن نسموه حدث، سموه حدث. أحداث زي شنو؟ عملي على سبيل المثال كليك، يعني النقر مرة واحدة يحدث عندما ينقر المستخدم فوق أداة معينة. يعني ممكن تبرمج بطمة أنها تدير إجراء عند النقر كليك واحد، ممكن تبرمج بطمة ثانية أن عندما يصير عليها النقر دي بي معناها دبل كليك، النقر المزدوج يحدث عندما ينقر المستخدم نقرا مزدوجا فوق الأداة. طبعا للنماذج اللي هي الفورم عندها مجموعة كبيرة من الأحداث زي حدث لود. الحدث لود ما يشتغلش إلا مع الطريقة شو، عادة ما يشتغلش إلا مع طريقة نسموها طريقة شو. هنشرحه مثال عملي إن شاء الله على الكلام هذا يوضح ويسهل شرح الأحداث والطرق. شنو هي الطريقة؟ الطريقة هي عبارة عن وظائف.